السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع لكم اليوم في فيديو جديد، فيديو حق لعبة War and Order. طبعا هي راح تكون سلسلة من السلاسل، ان شاء الله راح تكون في اكثر من سلسلة في القناة، بس هي راح تكون اول واحدة، وفي اشياء مجهزينها او قاعد اشتغل عليها حاليا. راح تكون في اكثر ان شاء الله من سلسلة، بس خلينا مع هاي اللعبة. طبعا هاي اللعبة كنت المفروض ان انزل عنها من شهر 8، كان في اتفاق، بس بعدين في اخر خلنا نقول اخر التشاورات وقفت، انه كان في اختلاف احد النقاط. حاليا من بعد فتره سبحان الله، يعني الرزق راح وراح راح ورجع، فانا اشكر ابو ريان على انه رشح اسمي عشان اللعبه تدعمني. فحاليا انا اتكلم معكم صريح العباره، اللعبه هي دعمتني، فان شاء الله مثل ما قلت راح تكون هي سلسله من السلاسل، خلينا نقول الثلاثه اللي راح تنزل في القناه. في البدايه راح احط لكم الرابط في الديسكربشن مال اللعبه، وراح احط لكم الرابط في التعليقات، وراح اثبته او اي شخص ينزل اللعبه عن طريق هاي الرابط، انت في النهايه تدعمني. اتكلم وياك بصريح العباره وبكل شفافيه. في البدايه طبعا انا سويت لي حساب جديد في هاي اللعبه، كان عندي حساب ثاني وكنت العبها اصلا قبل ما انزلها. قلت لكم اكثر من مره ان في العاب كنت العبها بس ما انزل عنها، بس مشكله الحساب اللي قبل ما اقدر انقله من مملكه لمملكه، فاضطريت ان اسوي لي حساب جديد، لان في شروط حق الهجره ان انت في وقت معين ان انت تهاجر. وانا حسابي اصلا ما شاء الله العمر ماله 240 او 270 في هاي الحدود يوم، يعني مثلا هاي الحساب مدته 7 ساعات و24 دقيقه، تو جديد في مملكة 1435 اللي موجود فيها ابو ريان، واللي موجود فيها تي اس جيم او طارق جيم، طارق تي اس جيم، وفيها ما شاء الله يعني عرب ما شاء الله. فانا حاليا للاسف ما قدرت انقل ذاك الحساب، للاسف راح اضطر ان انا ابدي من الصفر، مع ان ذاك الحساب مو فرق كبير، يعني ذاك الفرق الكبير بس تقريبا خلينا نقول ايام راح يختصر علي ايام. فعلى العموم عندك هاي الواجهة، فوق عندك مثل اي لعبة استراتيجية قام حطب، راح يجيك حجر، وبعدين راح يجيك اشياء ثالثة لحد دحين ما وصلت لها، حاليا قاعد نتعرف عليها ويا بعض. عندك القلعة الارضية الاساسية، وعندك باقي المباني اللي ان شاء الله راح نتكلم عنها بعدين، مركز التدريب اللي هو تطور فيه الجيش، عندك الثكنات، وعندك الجيش هني بس انا حاليا راسلنا حق يجمع، وعندك مهام جانبية. او قبل اروح حق المهام الجانبية، عندك المعهد او الكلية هني مسمى، وعندك هني المعهد ورشة الحدادة، وطبعا من هني اللي هو اللي تنتج فيه الموارد، والموارد طبعا مستويات ممكن نتكلم عنها مستقبلا، رصاصي اخضر ازرق وبعدين يجي برتقالي. في مهام جانبية مثلا، هاي من ضمن المهام الجانبية، طبعا كل ما توصل مستوى معين تحصل على جوائز، وزائد كل ما تلفل في القلعة او القرية تقدر تلفل في الجيش مالك. فهي الحدث الجانبي، اشياء جانبية ما لها علاقة ابدا باللعبة، ما في تدفع عليها ولا فلس، هاي المهم. فنفترض ان تطورت القلعة بعدين تطور الجيش، طبعا هاي هني الجيش عندك الصحة، الهجوم، الدفاع، السرعة، او الهجوم الدفاع والسرعة، وباقي الاشياء ما راح افصل فيها حاليا. بس خلنا نلعب جيم سريع، خلنا نلعب، ما ابغى العب جيم صعب شوي لانه راح يطول، خلنا نلعب هاي. طبعا عندك اكثر من شغله هنا، عندك تحت تقدر تحدد 100% من الجيش يطلع، تقدر تحدد اقل، ترفع الليفلات مال خلنا نقول الفيلج او القلاع الصغيره، وكل واحد له نوع معين تحتاج شرح مفصل. طبعا اللي يحتل ثلاث الاشياء في هاي المرحله، اللي يحتل ثلاثه الاشياء المبنيين ومع هاي هو اللي يفوز. طبعا راح اسرع المقطع بس عشان تفهمون الفكره، لان هاي صايره في نص المراحل، يعني مو اول مراحل، عشان يكون سهل وتشوفون الشيء بسهوله، يعني هي مراحل شوي متقدمه، يعني من الاستراتيجيات نخلي الخصم يهجم، اذا قل المبنى وما اخذه او توه ماخذنه انت على طول تروح تهجم وتاخذه بسهوله بهاي الطريقه. طبعا راح يختلف من جيم لجيم، واحد راح يكون سهل وهو راح يهجم عليك، انت راح تهجم عليه بهاي الطريقه. هاي فكره اللعبه بشكل مختصر، ان انت تحتل اكثر مباني، بعض المباني تحتلها اسرع، بعض المباني لازم تاخذ كل المباني، او بعض المراحل اسف. هاي فكره اللعبه بشكل مختصر. في حدث ثاني نفس الشيء،
بس ما ادري اقدر العبها ولا، بس اتوقع ان انا اقدر العبها مثل مرحله مراحل في لعبه رايز اوف كيندومز بالضبط تقريبا، بس هني الوضع شوي مختلف. خلينا نلعب المرحله السادسه عشان تكون اسهل، يعني ما اروح قدام ويكون مقطع طويل. نظامهم مثل انك تدافع عن القلعه مالتك، والاعداء راح يجونك من عده جهات، فعندك اكثر من شغله. مثلا هي تخليها سرعتهم بطيئه، هي يكون الهدف على شخص واحد يكون الدمج ماله عالي، هي يكون على اكثر من شخص يكون الدمج ماله اقل. فبهي الطريقه وعندك هني تركز، مثلا عندك هاي تركز اكثر شيء على الاعداء القويه. خلنا اسرع بس، ممكن حتى لو خسرت ما اتوقع راح اخسر، ان هي مرحله جدا سهله. بس ابغى اعطيكم فكره عن الموضوع. فيعني هاي فكرة اللعبة، عندك فوق اللي هو الكريستال، كل ما كان عندك كريستال اكثر تقدر تحط اشياء اكثر او تطور الاشياء اللي عندك. فهي فكرتها ان تدافع عن المباني كثر ما تقدر، وما في اي جيش انه يجي لك. طريقة اخذ الموارد، اما تهز الجوال راح ياخذونهم كامل، او انه الطريقة العادية واحد واحد. عندك قائد اساسي اللي هو القائد مالك، كل ما ارتفع يرتفع التصنيف مالك والرانك واشياء ثانيه مصاحبه حق القائد مالك. طبعا في حدث معين اذا قتلت هالقد نسبه راح يرتفع الليفل مالك من جندي الى عندك هنا مستويات، رقيب، رقيب اول، قائد، عندك مستويات في احداث معينه لحد الحين مو عارف اليوم بالضبط. ومثل ما قلت قاعد استكشفها وياكم واشوف الاحداث اول باول، يعني لحد الحين انا مو متعمق فيها مثل اي لعبه تلعبها في البدايه، طبيعي ما راح تكون تفاهم منها 100%. وعندك شيء ثاني، عندك هاي التنين، او تقدر تغير التنين، ممكن تاخذ الباندا. في البدايه طبعا راح يكون عندك ثلاث انواع تقدر تحدد بينهم، اما الباندا او التنين او هاي الحصان. طبعا هي ما راح تقدر تاخذها لان تحتاج اشياء معينه لازم تحصل عليها من احداث او انك تشتريها. ما عليك من ده، تركز على هاي الثلاث اشياء وتشوف المهارات، راح نتكلم عنها ان شاء الله قدام مستقبلا. تحالفات مثل اي تحالف، مثل اي تحالف طبيعي، بريد يجيك فيه كل التقارير، الاشياء، الجوائز، كل شيء تسويه. عندك المحفظة او حزمة هني مسميه، محفظة فيها كل شيء هني، اخرى تسريعات، اسف، الجواهر، باقي الاحداث، تغيير الصورة، تسريعات، تعزيزات المدينة مثل حماية وزيارة الجمع وهي الاشياء، هني الحرب، سرعة مسير وباقي الاشياء، في نقل وفي تحريك. يعني في نوعين من انواع تحريك القلعة. هنا عندك الموارد، عندك هنا في ايقونة لو ضغط عليها راح تشوف هاي القائد او اي قائد تقدر تخليه انت، مثلا تقدر تغير من بين القادة. عندك هاي، عندك هاي مثلا. طبعا كل ما ترفع الليفل ماله، هني الاكسبيل، كل ما ترفع الليفل ماله راح تحصل على اشياء ترفع مهارات القائد اللي تعكس على المدينة مالتك، سواء حربية او تنمية. طبعا التنمية اللي هي اقتصادية، الحربية خاصة بالحرب، زيادة هجوم، زيادة الصحة، زيادة السرعة وهي الاشياء. والتنمية سرعة جمع. لو جينا حق الايقونة مرة ثانية، عندك اكثر من مهارة حق القائد مالك، رجع الجيش مباشرة، وما راح اتكلم عن الباقي. عندك مثلا هاي الثانية، تجمع موارد مال 6 ساعات، اللي هي الحقول الموجودة عندك هاي، تنحسب 6 ساعات كم يطلع لك، وتنحسب تتجمع لك مباشرة بضغطة زر واحدة. طبعا تترست كل 12 ساعة، فانت تقدر تستخدمها مرتين في اليوم. وطبعا تقدر تستخدم اشياء ثانية كل ما تطور من القائد. انا اتكلم عن حساب توه 7 ساعات، حساب جديد ما في اي شيء، حتى الجيش عندي قليل، الجيش عندك مستويات، فيوصل الى هاي المرحلة. عندك هني المهارات اللي عنده، وكل نوع عنده شيء ثاني يقلل الضرر القادم من السحب. لو جينا حق الخريطة، طبعا عندك هني الأقاليم، كل مستوى حق المناطق الزونات، هني الحقول أقل، كل ما تقرب حق المدينة الكبيرة أو المدينة الملكية، كل ما تقرب حق المدينة الملكية يكون الحقول أكبر، والأحداث تكون أفضل، وزائد يكون خطر أعلى، لأن التحالفات راح تكون بهي المنطقة. فنظام المملكة شلون راح يكون، راح نتعرف عليه إن شاء الله مع الوقت. هاي نبذة بسيطة عن اللعبة، كنت قاعد أتكلم لك بشكل عام، ما فصلت عن ولا شيء، شلون تلعبها، شلون تطور قلعتك، شنو الأشياء اللي المفروض تسويها، شنو الأشياء اللي المفروض تتجنبها في البداية، وين تركز، شلون تلعبها. هاي إن شاء الله راح نجيب في مقاطع قدام. مثل ما قلت،
اي احد يبغى ينزل اللعبه راح يكون رابط في الديسكربشن، وراح تكون في اول تعليق اي احد ينزل اللعبه من الرابط، فانت قاعد تدعمني. ما تبغى تنزلها من الرابط، تدخل وتكتب War and Order وتنزل اللعبه وتلعبها. وانا موجود في مملكه 1435 مثل ما تشوفون. بهي الطريقه تقدر تنتقل، تسوي لك حساب في اي مملكه قبل ما توصل ليفل 8 حق قاعه المدينه، ليفل 8 تنقل الى مملكه 1435. شلون تنتقل؟ تجي على هني، بعدين تجي على هاي الايقونه، بعدين تجي على رسمه الكره الارضيه، وراح تشوف كل السيرفرات وكل الممالك. طبعا راح تبين عندك فوق هني من 1393 الى 1479. لو صغرت او رحت يمين ويسار راح تتغير عندك الاشياء. لو صغرت هاي السيرفرات او خلينا نقول القارات، او هني مسمينهم الكواكب خلينا نقول. فانت مثلا تجهني 1045، لا ما تبغي 1480، لا ما تبغي، فانت تجهني تجهني كبر على طول راح تشوف 1435. حاول تدور يمين يسار يمين يسار راح تلاقيها. وبس هيك كل المقطع، لا تنسون لايك فبلا سبسكرايب. شكرا على المتابعة، مع السلامة.